اليوم بسوي معكم صوص الوايت شوكليت اللي هو الشوكولاته البيضاء، واكثر مشروب يستخدم فيه الوايت موكا او الوايت شوكليت موكا. بالنسبه لنوع الشوكولاته ممكن تستخدمون اي ماركه تحبون، انا استخدمت الماركه هذه. وبعد كذا راح نسخن كريمه. بعد ما نسخن الكريمه نضيف عليه الشوكولاته البيضاء. الحين بحطه بالثلاجة لمن يبرد، وبعد كذا نحطه بعلب ونستخدمه.